تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المتعلق بتعزيز الأمن المائي للجزائر، ووفقا للبرنامج التكميلي المتضمن إنجاز 5 محطات لتحلية مياه البحر الكبرى بقدرة إنتاج تقدر ب 1.5 مليون متر مكعب في اليوم، وبالتوجيهات المباشرة للرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك السيد رشيد حشيشي. نستلم اليوم 79 طن من التجهيزات الموجهة لهذه المشاريع عبر جسر جوي جديد يستخدم فيه أكبر وأضخم طائرات شحن تجاري في العالم من نوع أنطونوف 124، وكل هذا حرصا من المجمع سوناطراك على المحافظة على الوتيرة المتسارعة لإنجاز المشاريع وتسليمها في الأجال المحددة. يجدر الإشارة أن نسبة تقدم المشاريع الخمس فاقت نسبة 80%. شحنت اليوم بحمولتها تفوق 79 ألف كيلوغرام من مغيرات السرعة الإلكترونية VFD Variable Frequency D-Drive للضغط المتوسط Medium Voltage. احنا كشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية يعني لن ندخر أي جهد، بل سنبذل يعني أقصى ما في وسعنا يعني لتسليم هذا المشروع المهم يعني والأهم بالنسبة لنا في أجاله المحددة. في نفس الوقت يعني حبيت نعلمكم أنه في نفس الوقت أنه سيتم نقل هذه المعدات مباشرة، يعني بصراحة لقينا تسهيلات من جميع الأسلاك وين سيتم نقل هذه المعدات مباشرة يعني من مطار الدولي هواري بومدين إلى مشروع تحلية مياه طرف